إلى القاهرة في عام 53، الرئيس الأمريكي دوايت آيزنهاور يفيد وزير خارجيته جون فوستر دالاس، بين يديه طلب غريب لزعيم مصر الصاعد جمال عبد الناصر. قال له قللوا إنتاج القطن طويل التيلة في مصر، لأنه إحنا عندنا مشكلة مع ولايات الجنوب الأدمنستريشن الجديد، والرئيس آيزنهاور هيبقى مقدر جدا لو قللت إنتاج القطن القليل التيلة في مصر، علشان تدي فرصة لقطن الجنوب الأمريكي، لأن هو ده المنافس اللي بيذبح القطن الأمريكي. دورت يا قطن النيل يا حلاوة عليك يا جميل. في عام 69 كانت مصر تزرع نحو 3 ملايين فدان، تنتج أكثر من 10 ملايين قنطار من أفخر أنواع القطن في العالم. وفي عام 2017 تقلصت المساحة إلى نحو 220,000 فدان، لم تنتج سوى نحو 600,000 قنطار. في المنتصف معاهدة سلام برعاية أمريكية بين مصر وإسرائيل، وبرامج للتعاون الزراعي بين واشنطن والقاهرة وتل أبيب، واتهام بسرقة في وضح النهار لشفرات ذهب مصر الأبيض، ومأساة عنوانها الذهب الذي ذهب. بين رائحة مؤامرة خارجية بتواطؤ داخلي من ناحية، ورائحة فشل ذريع على مدى عقود من ناحية أخرى، يجد هذا التحقيق الصحفي نفسه في أتون مأساة تمس شغاف القلب في مصر. شجرة القطن دي كانت هي المشرفة لي من طول حياتي، وأنا لسه عندي، أنا عارف قيمتها وأنا لسه عندي 12 سنة. كنا بنجمع القطن الفدان، القطن يجيب 10 قناطير و12 قنطار. لحد فترة السبعينات كانت مصر ساعتها في سنة 78 خامس دولة على مستوى العالم في إنتاج القطن. كان ساعتها لنا تركيم، وطبعا مصر كانت ساعتها فقط بتنتج نوع واحد من القطن اللي هي طبقة الأقطان فائقة الطول. سنة 78 كنا احنا الدولة رقم 5 على مستوى العالم، وكنا الدولة رقم 11 في إنتاج الخيوط. في ذلك العام عام 78 كانت مصر لا تزال تنفض غبار حرب أكتوبر قبل الدخول في سلام مع إسرائيل برعاية أمريكية. وقبلها بعام كان جنرال الحرب إيريل شارون يستبدل زيه العسكري بزي مدني وزيراً للزراعة في حكومة مناحم بيغن. وفقاً لموقع وزارة الخارجية الإسرائيلية، سعى شارون منذ البداية إلى تعاون زراعي مع مصر. Right in the beginning, he had a vision to use agriculture as a for dual purpose. First, to develop agricultural cooperation between the two states, and then to promote peace and normalization. And he thought that agriculture can be the best field to do it with the, to fulfill this dual purpose. So the peace agreement was signed in 1979, and about 7 months afterward, an Israeli delegation came to Egypt with the high-rank officials from the Ministry of Agriculture. And among them was the head of agricultural planning, Professor Samuel Pohorilis. I'm sure you will hear a lot about this name. هذا هو أستاذ شارون في استراتيجيته الزراعية، البروفيسور سامويل بوهوريلس، بعد قليل سيكون شريكاً في تحقيق هذا الهدف مع من جلس بعد ذلك على مقعد وزير الزراعة في مصر يوسف والي. اتفق هذا المسار مع سياسة السادات في استبعاد موسكو لصالح واشنطن، وكان أقرب الأبواب إلى هذا تل أبيب. لكن الذي يعز على الفهم أن تصل الأمور سراً بين الشريكين الجديدين إلى مستوى كهذا في فترة وجيزة. يوسف والي زبنتي لبجشاء لعفة خدر وما لشكا وما لي تشبع تشيف بو وراك تشبع يبوه لكان تبو مشلحة روسيت تشبع تسيخة. أنا باتي لشام. הגיעה משלחת בראש
شجرير مصر، شجرير روسيا بمصرايم. ואומר ככה השגריר, מובארק צריך לצאת למוסקבה, אנחנו רוצים לדבר על שיתוף. אז אנחנו רוצים לדבר איתך על תחומים שאנחנו נשתף פעולה. אנחנו רוצים ללכת לנובריה. נובריה זה אזור אלכסנדריה. הוא אומר, אני מצטער, הישראלים שם. אנחנו, כאן כן הוא אומר, הישראלים שם, אנחנו רוצים ללכת לנובסית, גם שם הישראלים. וכך שלוש, ארבע נקודות שהוא ציין, הוא אמר שהוא לא יכול. זה היה, ואני שתקתי, אני שתקתי. כשהם יצאו, הוא אומר, אתה רואה איך שאני מגן על האינטרסים שלך. זה, אני לא יודע אם תוכלו לספר את זה, אבל... هكذا لم يتردد الشريك الإسرائيلي في الحديث إلينا، بينما باءت بالفشل محاولات متكررة من جانبنا لإقناع الشريك المصري الوزير يوسف والي بالحديث. في الذكرى الخامسة لعبوره قناة السويس نحو العمق المصري، استقبل الجنرال إيريل شارون في القاهرة بترحاب يلفت النظر. في وثيقة سربتها ويكيليكس، كان يأمل في أن يرد وزير الزراعة المصري آنذاك محمد داوود بزيارة إلى تل أبيب. رفض الوزير المصري، لكن رفضه كان مؤقتا كما أثبتت الأيام. ולא רק סדאת אמר, גם אני אמרתי שישנם בהחלט נושאים רבים שצריכים לבוא לפתרונם, שלמרות שיהיו ויכוחים ויש בהחלט חילוקי דעות בנושאים לא מעטים. لم يعد شارون خالي الوفاض على أي حال، إذ نتج عن الزيارة تشكيل لجنة زراعية مشتركة لأول مرة بين البلدين. بشلاف ريشون كيش فالي لو هيا سار أماد فالي بروفيسور يوسف فالي بشلاف يوتر مؤخر كيش فالي منا لسار على يدي سادات فالي هيتي يوشف روش هيسرائيلي هفادا هيتكنسا كل شيشا خدشي ועדה עבדה באופן, מה שאומרים באנגלית, tangible, מאוד מאוד פרגמטי, עבדה בקביעת עדיפויות של פיתוח. בעדה באקל מן עמיין, וקע וזיר זירעת المصري אול اتفاق רסמי للتعاون وتبادل الخبرات الزراعية مع نظيره الإسرائيلي. وفي مايو أيار من عام 81 عاد شارون إلى القاهرة كي يحدد مع نظيره المصري أولويات برامج التعاون المشترك، أبرزها وفقاً للبيان تطوير ماكينة صغيرة لزراعة القطن، تبادل التكنولوجيا والخبراء، وحتى تبادل الزيارات بين الفلاحين. في نهاية اللقاء وافق الوزير المصري على دعوة مزارعين إسرائيليين لحضور موسم مكافحة حشرات القطن في مصر. ولم ينتهي ذلك العام إلا وقد وقع الطرفان اتفاقاً ثنائياً في تل أبيب للتعاون الزراعي، كان القطن على رأسه. يقول خبير زراعي إسرائيلي عمل في مصر إن بلاده لم تخطط أبداً للتأثير سلباً في القطن المصري. No, we can't say that. It is a mistake. The quality of the Egyptian cotton is the highest in the world because the length of the fibers are very big, maybe two and a half inch or something like that, I don't remember. But we came to add new knowledge. Don't think that we came to change things. لكن الذي لا شك فيه أن قاموس زراعة القطن في مصر لم يعد من هذه النقطة كما كان عليه من قبل. הבאנו זן חדש של כותנה. מצרים, הכותנה המצרית היא הטובה בעולם. זו כותנה ארוכת סיבים. לא הייתה להם כותנה קצרת סיבים. בישראל היה סוג כזה של כותנה שנקרא אקלה, וניסינו להעביר להם כתרומה ישראלית את הזן שלא היה להם.
لم يقتصر الأمر على ذلك. هذه وثيقة اتفاق تقترح تعاوناً شاملاً في مزرعة الجميزة للبحوث الزراعية في محافظة الغربية على مساحة 36 فداناً. قسمت المساحة بالتساوي على تجارب القطن والقمح والخضروات على أن تأتي البذور والمعدات من إسرائيل. نحن هلحنا لكما في كيب كيات شوالية الجدوليم هلحنا ليركود وبيروت وهبينا لمصرايم תפוח עץ ענה, תפוח עץ שפותח כאן לא היה מוכר שם. הבאנו כל הסוגים של פירות, הבאנו ירקות, עד כדי כך ששר החקלאות באחת הישיבות של הממשלה ביקש להביא לכל שר ארגז פירות וירקות תוצרת זנים ישראלים. ואלי, זו הייתה החלטה של ואלי. مرة أخرى نحاول إقناع وزير الزراعة المصري سابقا يوسف والي بالحديث إلينا دون جدوى. من هذه النقطة قفز الاهتمام بالفاكهة والخضروات درجات على حساب محاصيل مصر الاستراتيجية كالقمح والقطن. كان المدخل إلى هذا مشروعاً ثلاثي الأطراف بين القاهرة وتل أبيب وواشنطن. عرف المشروع باسم مشروع البحث الزراعي الوطني ويرمز إليه اختصاراً باسم نارب. The National Agriculture Research Program, otherwise known as NARP, started in the early 1980s. And I became involved with that program later on in the 80s. Basically in the area of vegetable crops or other cropping systems, whether it be agronomic or horticultural crops. يلفت النظر أنه لا يوجد لهذا المشروع ذكر على موقع وزارة الزراعة المصرية، لكن أولوياته لم تكن لتخفى على خبراء القطن في مصر. النهارده هو يحط الأساس للتقدم، لكن في نفس الوقت أضاف محصول زي القطن. لدرجة أنت مثلا الباحثين اللي كانوا بيسافروا كفر الشيخ وبتاع كان مثلا اللي طبع محاصيل الحبوب بيجد تسهيلات كثيره، اللي تبع القطن ما يوصلش حاجه، فعشان كده كان الانفاق في يعني في القطن محدود. لم ياتي هذا الاستنتاج من فراغ، كانت الاولويات واضحه لدى الطرفين الاخرين. Regarding the work with cotton, India, Egypt and so forth, our objective, the team I worked on, was basically horticulture crops and not agronomic crops. I know it was a major emphasis there as to where each would be going in the future with cotton. تتسارع الآن وتيرة الأحداث، فإلى جانب مشروع نارب شمل التعاون الزراعي بين مصر وإسرائيل تبادل الخبرات على نطاق واسع غير مسبوق. في رده على أسئلتنا المكتوبة يقول وزير الزراعة المصري سابقاً أمين أباظة إن ذلك النشاط لم يشمل سوى 30 مشتركاً كل عام تحت إشراف الأجهزة السيادية المصرية، لكن لمسؤول إسرائيلي رأياً آخر. It couldn't come by single person who came to Egypt, but later a lot of Egyptians came here to Israel. If you want to know the numbers, it may be more than 3,500 trainer came here to Israel. And the peak of the relation was when a special airplane came from Egypt with people from Egypt, and they came to the exhibition, agriculture exhibition, in Tel Aviv, near Tel Aviv. أنا سافرت في مرة في إسرائيل. أنا قعدت شهر هناك. يعني في أواخر التسعينات كده هو. زيارة بعض المزارع اللي ما شفتش فيها حاجة جديدة، يمكن عندنا مزارع أصعب منها كتير. مجرد إن هو عايز يقرب منك خد بالك ويكسب ودك. لكن أنا ما استفدتش منها أي حاجة فيها. إطلاقا. في موازاة الهدف السياسي، تزامن هذا كله مع انحدار ملحوظ في زراعة القطن المصري لصالح زراعات غير أساسية،
تقزمت المساحة المزروعة قطنا من نحو 3 ملايين فدان في الستينات إلى نحو 375,000 فدان عام 2014، ثم إلى 247,000 فدان بعدها بعام واحد، وأخيراً إلى 131,000 فدان في عام 2016. منذ عهد محمد علي في أوائل القرن 19، غزا قطن مصر أنحاء العالم، حتى أن نواباً في الكونغرس الأمريكي طالبوا بإعفاء مزارعيهم من الضرائب كي يستطيعوا مواجهة المصريين. نشبت الحرب الأهلية في أمريكا في أواسط القرن 19، فانطلق القطن المصري عالمياً وارتفع ثمنه وصار علامة مميزة لفخر الخيوط والألبسة. لما حصل الحرب ديت توقفت صادرات أمريكا من القطن، فاتجهت دول أوروبا كلها ناحية مصر. بدأت مصر كمان تستغل هذه الفرصة في أن هي تزود المساحة المزرعة. ساعتها وصل إنتاج القطن لمستويات عالمية لا يضاهيها أي سهم في العالم. كان ساعتها وصل إنتاج القطن لتسعة جنيه. تسعة جنيه في الوقت دوت كان الجنيه أكتر من الجنيه الذهب بمرتين. فشلت أمريكا في حصار القطن المصري عالميا، فسعت إلى جلب بذرة مصرية طويلة التيلة وزراعتها في أراضيها. من هنا من ميت عفيف في محافظة المنوفية شمال القاهرة، انتقلت البذرة التي تحمل اسم القرية لتجربتها في الجنوب الغربي للولايات المتحدة. وقبل نحو قرن من الزمان نجحت أمريكا أخيراً في إنتاج قطن طويل التيلة من بذرة ميت عفيف تحت اسم القطن الأمريكي المصري. رغم هذا بقيت للقطن المصري مكانته التي ترسخت بعد سياسات الإصلاح الزراعي والتوسع الصناعي في عهد عبد الناصر. يعني جمال عبد الناصر لما مسك البلد والبلد يعني لسه كانت فقيرة وكانت انفر شوية، بسرعة القطن اشتغل وبنى السد العالي ولحد حرب 73 وهو الذهب الأبيض رافع كرامة مصر ورقبة مصر في وش العدوين نفسه. إن لم يكن قد أدركها من قبل، لابد أن الزعيم الصاعد وقتها قد أدرك بما لا يدع مجالا للشك قيمة القطن لمصر في يوم بعينه. حدث هذا حين فاجأه وزير الخارجية الأمريكي عام 53 بطلب غريب من الرئيس الأمريكي دوايت آيزنهاور. قال له أن تقللوا إنتاج القطن طويل التيلة في مصر، لأنه إحنا عندنا مشكلة مع ولايات الجنوب الأدمنستريشن الجديد، والرئيس آيزنهاور هيبقى مقدر جدا لو قللت إنتاج القطن قليل التيلة في مصر علشان تدي فرصة لقطن الجنوب الأمريكي، لأنه هو ده المنافس اللي بيذبح القطن الأمريكي. اجمعوا يا بنات النيل يا رب، ده ملوش مثيل القطن ما شاء الله. فرحة الفلاح في مواسم الحصاد بعد الشقاء أسلوب الحياة في القرية، وفرة الإنتاج، وتلك الجودة الفريدة التي تتهافت عليها أرقى بيوت الأزياء وأضخمها حول العالم، ضاعت كلها الآن، ضاعت أدراج الرياح. ولم يقتصر الأمر في ضياعها على تدخلات خارجية. في سنة 94 صدر القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن، وده معناه أنه سمح للقطاع الخاص بزراعة وتجارة وتداول الأقطار. بعد هذا التاريخ وبعد صدور هذا القانون تم إنشاء أكثر من 256 شركة قطاع خاص. كل هذه الشركات بترغب في تجارة القطن المصري عشان تكسب وتربح. الدولة تعتبر في هذا التاريخ رفعت إيديها عن إنتاج وتسويق القطن المصري وتركت المزارع منه للتاجر. وطبعا المزارع بسيط، مساحة بسيطة، مساحات مفتتة، ما قدرش فعلا يعني يقف أمام طمع التجار. كنت تمشي تلاقي مساحات بالثلاثين فدان قطن على بعض قبل كده، من 2000 وانت راجع لورا بالخمسين فدان قطن على بعض، ما عدتش النهارده بتلاقي كل حتة هين ومين على ما تلاقي فدان قطن. لم يفق الفلاح المصري من لطمة تحرير تجارة القطن
بل عاجلته حكومته بلطمة أخرى حين بدأت مشروعاً آخر بين معهد بحوث القطن المصري وإحدى شركات إنتاج البذور الزراعية وهي شركة مونسانتو. علي وعلي وعلي الصوت، علي وعلي وعلي الصوت، مونسانتو آخرها الموت. مونسانتو الأمريكية شركة ليست فوق مستوى الشبهات، نشاطاتها في دول كثيرة من بينها الهند لم تكن خافية على أحد. Monsanto's very presence in India is based on genetically modified seeds. They entered India illegally in 98. I had to take them to India's Supreme Court. The case is still on. They're collecting illegal royalties that are not allowed in law, and they think they can sue every arm of government and every institution that is meant to prevent monopoly. الآن تتهم هذه الشركة بسرقة بذور القطن المصرية الفريدة ونقلها إلى أمريكا، هذا وفقاً لاتهامات مسجلة لمصدرين مطلعين وتأكيد مصدر آخر طلب عدم الكشف عن هويته. سنة 2004 برضو مع الأسف الشديد معهد بحوث القطن طلع الأصناف الإليت بتاعتنا اللي هي ساعتها كان جيزة 86 والجيزة 89 والجيزة 85 والجيزة 80 والجيزة 90. الخمس أصناف دولت المعهد بحوث القطن طلع البذرة الإليت اللي هي النقية البيور بنسبة 100% لأمريكا علشان يعملوا عليها التجارب دي. هم حصلوا على خمس أصناف مصرية وحصلوا حتى على البذرة النقية أساس بتاع الأصناف. على اساس ده في المرحله الثانيه بعد ما وقفوا المرحله الاولى. المرحله الاولى لما فشلت حكايه التهجين النوعي لانها مش نقيه لا مصري ولا امريكي، فقالوا لا هاتوا لنا البذور واحنا هنزرعها في امريكا واحنا هنعمل العمليه عندنا في امريكا. حتى انتاج هذا التحقيق لم تحرك السلطات المصريه ساكنا ولا فتحت تحقيقا بشان هذه المزاعم الخطيره. اعتذر وزير الزراعة سابقاً أمين أباظة عن عدم الجلوس أمام الكاميرا، لكنه أشار في رده المكتوب إلى أنه لم يكن وزيراً للزراعة وقتها، وإلى أن أصناف بذرة القطن المذكورة لم تسرق وإنما استبدلت بأصناف أعلى جودة وفقاً له. أما الشركة الأمريكية فلم ترد أصلاً على مخاطبتنا. في أحدث تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية لعام 2016 قسم ظهر المساحة المزروعة قطناً في مصر بنسبة 50% مقارنة فقط بالعام الذي سبق. هكذا يزدل الستار على ذهب مصر الأبيض دون حتى فاصل من احتفال يليق به، وهكذا يتفرق دمه بين شبهات المؤامرة والتواطؤ من ناحية والفشل الذريع من ناحية أخرى. القطن ده غلى عليا، ده دم دمي، بس أنا ما عادش هعمل إيه؟ مش هاخد الخسارة. ما الكبير ساك، الكبار البلد ساكتين، أنا هولح في نفسي ليه؟ يا عم الحاج إحنا بنبيع أرض سمر نصرف منها. بعنا، كنا الأول بنبيع القطن ونشتري أرض، دلوقتي بقينا بنبيع أرض، والأرض بقت سهلة علينا خالص، سهلة. رخصت لكن الارض دي دمنا الاول دمنا